قمنا بإجراء أخذ عينات من جميع النقاط وإرسالها إلى المحور البيطري الجهوي بالأغواط. النقاط البؤر اللي أكدنا فيها الإصابة بمرض الحمى القلاعية، قمنا بإرسال فرق بيطرية للتلقيح حول هذه النقاط، وسخرنا لهذه العملية ما يقارب 16,000 جرعة لقاح ضد مرض الحمى القلاعية عند الأغنام، قصد التمكن من السيطرة على هذا المرض في على مستوى هذه البؤر. يموت لك خروف اثنين وتداوي مولي داوي خلاص صح. هذا والو، هذا قلت لك، هذا قلت لك ما عرفناهش، ما شفتوش انا مقابل هذا يموت بالكثرة. مثلا بين الدولة دير حساباتها باه يبقى لنا السوق حابس. احنا اليوم راه الشهرية تاعتنا هي في قلم، اذا ما بعناش القلم منين نصرفه؟ منين كيلو زرع؟ ما عندناش منين نجيبه.